لزميلنا العزيز كريم احمد رئيس القناه الاهلي من فندق اقامه النادي الاهلي قبل مباراه اليوم. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك طبعا الزميل العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه طبعا امير، طبعا لابد ان احنا نتقدم ونتوجه بخالص التعازي طبعا للاسر الضحايا الابرياء في حادث حريق كنيسه المنيره في الجيزه. داعين المولى عز وجل ان شاء الله ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وايضا كمان ان شاء الله يشفي كل المصابين. دي في البدايه طبعا حابين احنا نتوجه بخالص العزاء لكل الاسر، ومنها لمباراه اليوم بقى النهارده والتحدي الجديد والصعب جدا في بطوله كاس مصر، وبعد القرار الاخير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على العودة من جديد في مشاركة في بطولة كأس مصر، بعد طبعا الوعود والحديث طبعا اللي دارت بين الاتحاد المصري والنادي الأهلي بالتعديل والظلم اللي تعرض ليه النادي الأهلي خلال الفترة الماضية. هي مش وعود يا كريم، هي تأكيدات من الاتحاد بشكل عام. نعم إن شاء الله أمير، في فرق كبير جدا ما بين الوعود طبعاً أمير طبعاً والتأكيدات طبعاً. والقرارات اللي اتخذت بشكل رسمي بتغييرات موجودة داخل لجنة الحكام في اتحاد الكورة، وده لصالح الكرة المصرية يا جماعة. بالمناسبة مش لصالح النادي الأهلي بس، أي واحد عايز تطوير في الحكام في مصر أو في المنظومة نفسها بالتأكيد لازم هيبقى مبسوط من قرارات زي كده. اللي مش هيبقى مبسوط هو حر براحته، لكن دي حاجة في إطار تطوير منظومة التحكيم داخل مصر. اتفضل يا كريم. بالتأكيد طبعا يا أمير، ويمكن كمان مع منظومة التحكيم جدول المباريات والتلاحم والضغط أمور عديدة جدا الحقيقة الأهلي بيطالب بيها وحق مشروع طبعاً لمجلس إدارة النادي الأهلي، والمردود الحقيقة يعني بمؤشر إيجابي. أما بنشوف بعض القرارات من الاتحاد المصري هي طلبات مشروعة للجهاز طبعا الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب والمجلس الإدارة بالكامل، فبنشوف بعض المؤشرات يعني تدينا بادرة أمل إن شاء الله إن احنا منتظرين القادم بإذن الله يكون أفضل مما مضى على النادي الأهلي. لو بنرجع بقى لمباراة اليوم، مباراة اليوم طبعا مباراة صعبة جدا وتحدي كبير وصعب الحقيقة على شباب النادي الاهلي، رغم الاداء الرائع والمميز وتحملهم المسؤوليه الكبيره جدا في المباراتين طبعا مباراه الاتحاد ايضا الاخيره، المباراتين طبعا اللي كانوا في استاد برج العرب، ادونا امل كبير جدا ومؤشر كبير جدا ان قطاع النادي الاهلي وقطاع ناشئين النادي الاهلي بخير، لعيبه النادي الاهلي بتتحمل المسؤوليه. ويمكن كمان لابد ان احنا نوجه الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين اللي على تواصل مستمر الحقيقه مع كل اللاعبين الصاعدين اللي بيشاركوا مع النادي الاهلي، دوره مهم جدا لان انت عارف كابتن خالد بيبو من شخصيات اللي عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه روح الفانيله الحمراء وعارفه يعني ايه ان اللعيب يكون متواجد في هذا التوقيت لاعب ناشئ، لابد يكون مردوده كبير، فالحقيقه تواصله معاه بشكل مستمر. وايضا كمان الجزء الكبير جدا اللي بيقوم بيه اللاعبين الكبار، لابد ان احنا نحيي طبعا علي لطفي وربيعه ومحمد هاني ياسر كل اللعيبه الكبار، لان هي واخده بايد اللعيبه الصغيرين بتحاول ان هي تدخلهم على طول، لان انت عارف الفتره صعبه جدا والضغط كبير جدا على هؤلاء اللاعبين. فدي الاشاره اللي احنا بنشوفها وده اللي احنا بنلمسه مع لعيبه النادي الاهلي. علي لطفي ودوره المميز، ربيعه الحقيقه ككابتن فريق النادي الاهلي بادائه واخلاصه الكبير اللي بنشوفه، فيمكن الحمد لله يعني ربنا يوفق لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. مباراه اليوم هي مباراه النوك اوت، مباراه الخروج، مباراه الكاس، فيها مفاجات كثيره جدا، فبتتطلب مجهود اكبر وتحضير فني اكثر. رغم الضغوط الراجل بيحاول ان هو يصلح الاخطاء، بيحاول يعمل ريكفري، بيحاول يحفظ جمل طبعا مستر ريكاردو سوارش المدير الفني، لكن برضه في صعوبه بالغه امير لان التلاحم كبير جدا، وبتطلع بدوافع كبيره من بطوله الدوري العام لمباراه كاس محتاجه ترتيب ومحتاجه ايضا كمان جاهزيه لكل اللاعبين سواء اللي على دكه البدلاء او ال11 اللي بيكونوا متواجدين. فان شاء الله باذن الله كل المجهود والمناخ اللي بذل خلال الايام الماضيه من الجهاز الفني والتحضيرات الخاصه، المحاضرات الفنيه والمحاضرات ايضا كمان التحفيزيه من الكابتن سعد عبد الحفيظ، كل الامور دي ان شاء الله الاستمراريه. احنا بنطالب لعيبتنا، بنطالب شباب النادي الاهلي بالاستمراريه، تمشي على نفس النهج، تمشي على نفس القوه، على نفس التركيز، ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى دور ال 16 من بطوله كاس مصر. اصاباتنا طبعا يعني ابرزها بيرسي تاو، يمكن الكل طبعا اتكلم على بيرسي تاو وعلى اصابه بيرسي تاو، هو غايب ليه النهارده يعني من خلال التصريحات الخاصه من رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد وعبله، يعني هو اجهاد عضلي لبيرسي تاو، مش هقدر اقول لك طبعا يعني ممكن يكون متواجد في تدريب الغد او بعد غد، لكن النهارده هو الراجل ريحه الجهاز الطبي من التدريبات، تدريب الامس يمكن ريح فيه، وايضا كمان النهارده الماتش مش متواجد، لكن عندنا يمكن ان شاء الله باذن الله مؤشر ان هو يكون متواجد في تدريب الغد باذن الله ومنها للمباراه القادمه. كل اللعيبه طبعا احنا بنتمنى اللعيبه اللي عاده من الاصابه، كوكا يبقى موجود، عبد القادر موجود، لكن في تحفظ كبير جدا لان انت عارف الضغط كبير والتلاحم كبير، فمش عايزين لاعب يرجع نفقده من جديد لان لسه عندنا مشوار كبير جدا. فان شاء الله باذن الله توليف القائمه المتواجده مع مستر ريكاردو سواريش يقدر ان هو يختار 11 يمثلوا النادي الاهلي في هذه المباراه بروح وشخصيه النادي الاهلي، وايضا كمان باذن الله كل اللي يكونوا على دكه البدلاء تكون اوراق رابحه ان شاء الله يقدر يستفيد بيها على مدار ال 90 دقيقه. طيب كريم، هو خلاص ناقص اقل من 3 ساعات على انطلاق اللقاء، قول لي ايه اللي بيحصل دلوقتي داخل فندق الاقامه، برنامج الفريق في الساعات دي او الساعات الحاليه بالتحديد وانت متواجد، احكي لنا الامور ماشيه ازاي يعني.
يعني هقدر اقول لك يعني 6 الا 3 ان شاء الله هتكون المحاضره الفنيه الاخيره للجهاز الفني مستر ريكاردو سواريش هنا في فندق الاقامه. 6 ان شاء الله نتحرك للنادي الاهلي للاستاد الاهلي والسلام. يعني المحاضره ممكن تستغرق 20 او 25 دقيقه. الراجل بياكد على حاجات بسيطه جدا في المحاضره وهي طبعا التشكيل، الجوانب الخططيه، الجمل اللي تطبق ان شاء الله في هذه المباراه، الكرات الثابته هنعمل فيها ايه، تنظيم المباراه 90 دقيقه، كل الامور دي الراجل بيناقشها في المحاضره الفنيه. و6 ان شاء الله يتحرك فريق النادي الاهلي على ان يصل قبل المباراه بساعه ونصف طبعا كالبروتوكول المعتاد بالاتحاد المصري. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. محتاجين هذه المباراه بشكل كبير جدا لان بطوله الكاس مختلفه بشكل كبير عن بطوله الدوري، فمحتاجين ان شاء الله باذن الله لعبتنا كالعاده كل رجاله ونقدر نتخطى هذه المباراه يا امير. وهي نقطة مهمة، أنت اتكلمت على بطولة الكأس يا كريم وأكيد بيبقى فيها كمان مفاجآت كتير، فيعني طمن جمهور الأهلي على إدراك لاعبي النادي الأهلي الجزئية زي دي، فبالتالي أكيد هيكون في تركيز كبير جدا من اللاعبين. أنت برضو موجود هناك، الكلام ما بين اللاعبين وبعضهم إيه، حتى لو فريق مصر المقاصة ده هبط بشكل رسمي للدرجة الثانية، حتى لو يعني هنشوف بعض اللاعبين الشباب النهاردة في فريق برضو مصر المقاصة، كل الامور دي ممكن تدي مثلا نوع من انواع الاطمئنان عند اللاعبين نفسهم قبل اللقاء، فعايزين نطمن على الجزئيه دي بالتحديد. يعني اقدر اقول لك امير لو هنطمن الجمهور، لا الجمهور هو اللي بيطمن اللعيبه الحقيقه. الرساله المهمه جدا واللي احنا شفناها في مباراه برج العرب والمؤازره والتشجيع والهتاف لكل اللعيبه الحقيقه ومطالبتهم بالانتصار وبالقوه وكل الامور دي شفناها في المباراه. 90 دقيقه جمهور النادي الاهلي بيشجع فقط لغيره، بيدعم لعيبه النادي الاهلي. المؤشر ده ايجابي جدا لان اللعيبه شايله يعني حمل كبير جدا، كل اللعيبه الشباب مضغوطه بشكل كبير جدا، عارفه اهميه المرحله وعارفه اهميه البطوله بطوله كاس مصر ان هي تستكمل مباراه بطوله الدوري العام بانتصار لكل المباريات بالاداء المميز اللي احنا بنشوفه وبالتوفيق اللي مع اللعيبه الشباب. في توفيق كمان مع اللعيبه الشباب وده امر مهم جدا، مهما كان اللعيب بيحاول ان هو يبذل ما في وسعه لكن ممكن التوفيق يغيب عنه، فالحمد لله يمكن عندنا التوفيق مع بعض اللعيبه، ده امر مهم جدا. لا في فندق الاقامه من اللي احنا شايفينه امير ومن اللي احنا لامسينه، اللعيبه الكبار ليه دور كبير جدا، اللعيبه الصغيرين عارفه المرحله وعارفه اهميه هذه المباراه وعارفه ان في جمهور كبير جدا بينتظر وبيتابع وبيشوف اللعيبه الشباب هتعمل ايه، هتادي ايه النهارده، هتلعب بقوه ازاي، هل هتمشي على نفس النهج ولا هيكون في تقصير من بعض اللاعبين. كل اللعيبه دي اللي موجوده في معسكر فريق النادي الاهلي وكل المجموعه المتواجده عارفه ان المرحله مهمه جدا، فيمكن ده اللي بناكد عليه، ابذل كل ما في وسعك من قوه توفيق ربنا يكون معاك. اي امور تانية لا خلاص انت بتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، لكن انزل الجهاز الفني اكد عليه تنفذه في الملعب. كل اللعيبه بتتكلم على هذا الامر، بطوله الكاس ان شاء الله مهمه جدا، جمهور النادي الاهلي ورانا، جمهور النادي الاهلي واعي بشكل كبير جدا، واهم عنصر في هذه المرحله واهم سند ودعم في هذه المرحله هو جمهور النادي الاهلي مع هؤلاء الشباب اللي لما بينادي جمهور النادي الاهلي عليهم مش قادر اقول لك امير يعني السعاده والقوه الكبيره اللي بيستمدوها من جمهور النادي الاهلي للاعبين الشباب بتكون ازاي في ارض الملعب، وده اللي احنا شفناه ولمسناه في المباراتين الماضيتين. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه اليوم جمهور كالعاده يآزر ويساند، واللعيبه ان شاء الله باذن الله تصنع البهجه والسعاده على كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز.